تسلى بالبحث عن زوج لي ولبنات الحي الذي نسكن فيه، حيث زارت أمي التي رحبت بزيارتهم لنا في حضور أخي جمال، وقد حدث بالفعل وتم اللقاء. وبعد انصرافهم كنا نجلس على فراش أمي التي رفعت حاجبيها ثم مصمصت شفتيها بعد أن أبديت رأيي في العريس ورفضته، وقالت بنبرة حادة: لماذا ترفضينه يا دعاء؟ أجبتها بتبرم وهي تتفحصني وتنتظر مزيدا من التوضيح: لا أشعر بالراحة يا أمي. قالت وهي تتعجب: وكيف هذا؟ إنه شاب رائع وشكله مقبول وعائلته معروفة. وأضيف على هذا كله إن لديه شقة كبيرة في وسط البلد. حاولت أن أحافظ على هدوئي حتى لا يشتعل الحوار، وقلت بأدب: لا تهمني تلك الأشياء يا أمي، المهم الإنسان نفسه. فأنا جلست وتحدثت معه وأفكارنا مختلفة تماما، كما إنه يرى المرأة كائنا من الدرجة الثانية ويشعر إن الرجل أفضل منها. تأملت أمي وجهي قليلا وكانت تفكر للحظات، وأمسكت بذقنها ثم قالت: فلندعو ليزورنا مرة أخرى وتجلسين معه ونسمع قرارك بعدها، ألا توافقني الرأي يا جمال؟ التفتت أمي لأخي جمال الذي كان ينصت إلينا وهو يقلب في هاتفه الجوال دون أن يرفع عينيه عن شاشته المضيئة، حيث قال بصوت رتيب: والله يا أمي هي من ستتزوج، ولا أستطيع أن أفرض عليها أي شيء. يكفي أننا ضغطنا عليها عندما خطبت لأحمد، وسريعا ما رفضته، فأنا حتى الآن أشعر بالحرج كلما التقيت به. اعتدلت أمي في جلستها وقالت بحسرة: أحمد يا للخسارة، لا أدري كيف رفضت الزواج منه يا دعاء، فقد كان وقور السمت ذي ملامح طيبة حنونة تهرب الأنظار إليها، وكان مهذبا قليل الكلام. قاطعتها وأنا أحاول إيقاف تيار المدح الذي يتدفق من بين شفتيها في كل مرة يتردد فيها اسم أحمد في بيتنا، وقلت: يا أمي أنا لن أتزوج إلا مرة واحدة، فاتركيني أختار بنفسي. قالت بتبرم: تنتظرين زوجا لم يولد بعد؟ أين هذا الملاك؟ سبحان الله، أكثرية الأمهات لما لابنية تكبر شوية بالعمر يريدون يزوجوا واحد لا تبقى من دون زواج. يا ريت كل واحد يترك الإنسان براحته يختار. أخشى أن يمر وقتك الذهبي، فلكل فتاة وقت وموسم تخطب فيه ويكثر طلابها، وبعد هذا يخفض الضوء ولا يسمع عنها أحد ويزهدون فيها. قلت بيقين: لا تخافي يا أمي، ألم تخبريني إن الزواج رزق؟ قالت بضيق: نعم قلت هذا، ولكنك لابد من الأخذ بالأسباب. أنت ترفضين وترفضين لأسباب عجيبة وللناس ألسن يا ابنتي. سيشاع أنك لا تريدين الزواج أو سيظنونك معقدة، وستظلين معي بالبيت والعمر يمر كالبرق وتأكل السنون من أعمارنا ما تأكله، وأنا لن أدوم لك وأخشى عليك من ضربات الدهر القاسية ووحشة الليالي الطويلة وقسوة الأيام البالية. وأنا ككل أم مثل ما قلت أرجو لك زوجا حنونا وشهما، ويكون لك وتدا تتكئين عليه وظلا تلجئين إليه، ولم أجد هذا إلا في أحمد. شكل أحمد كان كلش خوش ولد. قاطعتها بتبرم مرة أخرى وقلت: وكأن الدنيا ليس فيها إلا أحمد يا أمي. والله صحيح. أضافت وهي تطالعني بنظرة جادة: لا تقولي إنك لا تحبينه، فالحب سينمو
يزهر بينكما بعد الزواج. ثم شردت بعينيها قليلا وقالت بعد أن تنهدت بعمق: ما زال حب أبيك يموج في قلبي، وأحن إليه رغم وفاته منذ سنوات، وما زالت الحنايا تشكو ألم الفراق، وقد تعلمت الحب على يديه. تقبلني بعيوبي وفرح بما في من مميزات، فصرت أصلح من نفسي لأرضيه، وتقبلته بعيوبه، بل رضيت ببعضها لأنني أحبه، ولأنها أمور أستطيع أن أغمض عيني عنها طالما إنها لا تغضب الله، وإنما هو اختلاف في الطباع. ومضت الحياة بحلوها ومرها، وكنا معا. قلت بثقة: نحن لا نشبهكم يا أمي، جيلنا مخيف، وصارت قصص الطلاق كثيرة حولي، كما إن معظم الفتيات تزوجن ممن يظنن إنه على خلق ودين، ويفاجئان بعد الزواج بالعكس. والله صحيح. وأنا أريد أن أشعر بالحب، أريد حبا يناسب كبريائي، الحب الحلال يا أمي. رفعت أمي يديها وحركتها في الهواء، ثم قالت: أي كبرياء تتحدثين عنه يا دعاء؟ أتظنين إن الحب فعلا كما ترينه في الأفلام والمسلسلات؟ الحب بناء يا ابنتي كالهرم، وليس مجرد وردة حمراء أو قلب مرسوم يقطعه سهم. الحب شيء يحتاج وقتا لكي يولد، وعندما يولد يعيش طويلا. قلت بصوت هادئ وقد سرقتني معاني كلمات أمي العميقة: لعل الله يرزقني قريبا ما يفرحك ويفرحني يا أمه. قال أخي وما زالت عيناه على شاشة هاتفه: وكيف ستعيشين قصة حب تناسب كبريائك وأنت تنتظرين شخصا على خلق ودين، بل ويحفظ القرآن؟ لابد أن يطرق الباب أولا ويسعى للزواج منك، ثم نفتح له الباب ونرحب به ليدخل خلفه الحب الحلال، أليس كذلك؟ انعقد لساني ولم أتمكن من الرد على كلامه، وظلت أمي مطرقة للحظات، ثم تمتمت بخفوت: كنت أحبه وكأنه ولدي، وكان دخوله علينا فرحة لقلبي. طال أنا أخي بنظرة خاطفة وعاد لتفحص هاتفه وهو يقول: كان واضحا منذ البداية أنه يحبك. سكونه عندما تمرين من أمامه وتصرفاته اللا إرادية التي تشي بالكثير. سارعت محاولة أن أغلق باب الحديث عن أحمد، وقلت وأنا أتجنب نظراتهما: أحمد إنسان ممتاز، لكنه ليس هو الشخص الذي أتمناه، إنه ينقصه شيء ما. انتبه أخي لكلمات الأخيرة ونظر إلي، وبدأ الانفعال عليه، وقال بلهجة بدت ساخرة لي: ليس متدينا جدا، بل هو إنسان عادي، ولم يتم حفظ القرآن كاملا، ولم يدرس العلم الشرعي، أليس كذلك؟ انتظرت حتى ينهي كلامه، ثم هززت رأسي وقلت بإصرار: نعم، وليس عيبا أن أتمنى زوجا بتلك المواصفات، بل هذا هو الصواب بالتأكيد، هناك الكبير هكذا وأفضل، فأنا لا أفكر في نفسي فقط، بل أفكر في مستقبل أبنائي، وكما أشترط هو أن تكون زوجته محجبة، أنا أيضا لي شروطي. كل شيء له. نظر إلي أخي بلوم وأردف قائلا: لا يوجد إنسان كامل يا دعاء، كما إنه يصلي وخلوق ومهذب ولا يقبل الحرام ولا يدخن، ولم أشهد عليه يوما إنه يتتبع النساء بنظراته، فهو شاب عفيف ومشغول بعمله كمهندس عن دراسة العلم الشرعي، واتقانه لعمله مهم جدا أيضا، وسيحاسب عليه. وكلنا نتمنى حفظ القرآن كاملا ونحاول، وقد كان
أرجوك يا أمي فلنغلق هذا الموضوع. هي اختارت بنفسها وأبدت رأيها بكل صراحة، وليس هناك داع لنعيد جدالا لا فائدة منه ولعله خير. مالت أمي برأسها على أخي وسألته باهتمام: ألم يطلبها منك مرة أخرى يا جمال؟ زم أخي شفتيه وأجاب وهو يهز رأسه نافيا: لا يا أمي، لم يفاتحني مرة أخرى ولم يلمع حتى بكلمة. لا هو ولا زوجتي نور منذ جلستنا الأخيرة هنا، أنا وهو وخالي محمد، عندما أبلغناه برغبة دعاء في الانفصال عنه، حتى إنني لم ألتقي به غير مرة أو مرتين، فقد شغل بعمله في الشركة الجديدة التي انتقل إليها وقلت زياراته. وكما تعلمين هو جاد ومهتم بعمله كثيرا، هو خطير أكيد محرج، وما راح يشوف أي إنسان من طرف هاي العائلة بعد اللي سويته في دعاء. تنهدت أمي بحسرة وأطرقت في هدوء، ثم استندت على عصاتها لتقف وقالت: سبحان الله، الزواج رزق ومكتوب، فاللهم رزقا حسنا لابنتي. جلست أمي إلى جواري تحيطني بذراعيها وقبلتني على وجنتي في حنان، وعلى وجهها ابتسامة لا أدري كيف استطاعت أن تضعها على فمها رغم حوارنا الذي انتهى للتو، وأخذت ترقيني ولسانها يلهج بالدعاء. الجزء الرابع. منذ شهرين كنت وبعد ضغط كبير من أمي وأخي قد خطبت لفترة قصيرة جدا، أسبوعين ويوم واحد بالتمام والكمال، لشقيقي زوجة أخي المهندس أحمد والذي يكبرني بست سنوات. خطبتي له كانت كبطاقات الزينة الأنيقة التي ترسم فيها ورود رائعة بألوان زاهية لكنها بلا روح ولا رائحة، وكأن مشاعري قد حفظت في لوح من الثلج. كان هاديا وكنت كتوما. أذكر جيدا اليوم الذي زارني فيه لأول مرة، كانت ابتسامته رائعة ولكنني مررت بها وبعينيه العسليتين الواسعتين بنظراتهما العميقة مرورا عابرا، ولم أتوقف. تحدثنا طويلا وسألته الكثير من الأسئلة، وكان يجيبني بكل بساطة ووضوح. أراقته بأسئلة تفصيلية وظل يجيبني حتى تقلصت ابتسامته وبدأ يتصبب عرقا ويتأملني بنظرات عميقة، وانتهى اللقاء ولم يسألني يومها عن أي شيء. يا سبحان الله، ما خلت لك طيب مجال يسألها شيء، واكتفى بالإجابة عن أسئلتي فتعجبت. لم يعجبني قبوله لي دون أن يستكشف عقلي أو يحاول حتى التجوال في فكري ليستنبط ملامح شخصيتي ويتأكد أنني مناسبه ولو بسؤال بسيط يستفزني به. لماذا لم يسألني عن نفسي؟ وظننته لن يعود مرة أخرى، ولكنه عاد وأكد لي أنه يرحب بالارتباط بي وينتظر رأيي. وظل الكل يسألني، بل في الحقيقة هم لقنوني الإجابة بالتأكيد ستوافقين: عريس رائع بلا شك، ألف مبروك، على بركة الله، مبارك يا دعاء. استسلمت لفرحتهم وخدرتني فرحته بي. كانت المرة الأولى التي أرى أمي فرحة فيها منذ وفاة أبي، ووجدتني بعد أيام أجلس بجواره في غرفة الصالون أتمسك بيدي المقعد المذهب وأقبض عليها بشدة وأحفظ أن أخفي توتري. والبيت ممتلئ بوجوه الجيران وبعض الأقارب، وأنا بفستان أزرق أنيق أكمامه واسعة ينعكس الضوء الملون على الفصوص البراقة التي توزعت على أطرافها بعناية، وكأنها تشير إلى وجهي لتعلن للجميع أنني قد قمت بخطف قلب أحمد مع سبق الإصرار والترصد. كان فستان خطبتي بزرقاء صفحة السماء، تناثرت على ذيله وردة
الشرقة، يمكن دعاء تحب أحمد، بس هي ما تعرف بروحها. رأيت في عينيه شيئا ما، شيئا لم أنساه أبدا، انطبع في ذاكرتي لكن قلبي لم يدق له. كان يراقبني كلما التفت إليه، وكنت أتخبط من خجلي والكل يراقبني. حاولت بعدها أن أكون سعيدة، ولكن لم يدق قلبي دقة الحب التي كنت أنتظرها. شعرت بفتور شديد، قارنته بفارس أحلامي الذي كنت أحاوره منذ سنوات في خيالي. طابقت همومهما، وخسر أحمد وفاز الفارس. ورغم مميزات أحمد وإقباله علي، لم أكن سعيدة به. أخبرتني أمي بعد أن صارحتها بمشاعري أن أصبر، وإنني سأحبه، لأن الحب الحقيقي لا يأتي فجأة. أوام صدق، أكو حب نظرة واحدة، وأكو حب يجي بعد الزواج، أو أكو حب يمكن يجي صدفة. وأخبرني أخي إنه الزوج المثالي الذي لم يحلم لي به. ومرت أيام على الخطبة، وبعدها هتفت خالي وطلبت منه أن يأتي على عجل. كان خالي محمد شيخا كبيرا على 70 من عمره، يعتمد دائما على عصاته العجراء. كان له هيبة، وكان الأقرب إلى قلبي وأكثر من يفهمني. أتى لزيارتنا بعدها مباشرة. أخبرته أنني أود الانفصال عن أحمد الذي زارني بعد حفل الخطبة 3 مرات فقط. كنت فيها ألتزم الصمت في كثير من الأحيان، وهو يلقي على نظرات من آن لآخر ثم يستردها سريعا. كنت أشعر أنها تخترق رأسي، خشيت أن يقرأ أفكاري فيسخر مني، وكنت أهرب من عينيه. كان القرار صعبا، فقد كنت أتراجع تعاطفا معه، لكنني قررت أن أكون حاسمة من أجل نفسي وحتى لا أظلمه. قال لي خالي وهو يمسح على لحيته البيضاء: أخبريني بسبب واضح يا دعاء. لا يوجد عيب أو سبب وجيه لكي ترفضينه. شعرت للحظات إن لساني قد انعقد وتخشب في فمي، ولكنني أجبته في النهاية. هو شاب طيب وخلوق يا خالي، لكنني لا أشعر بالفرح. لم أشعر أنه خطف قلبي، وإنني مشتاق لزيارته، كما إنني أتمنى زوجا أكثر منه تدينا. ترى الصراحة حلوة يعني. هل حرام علي إن رفضته لهذا السبب؟ قال خالي برجاء: مر أسبوعا فقط يا دعاء، فلنمهله قليلا، وهي فرصة لك لتفكري مرة أخرى وحتى لا نظلمه. بملامح متكدرة رفعت عيني إليه وقلت، وصوتي يشي بالندم: ضميري يؤنبني لأنني وافقت وعلقت بي أكثر. كان لابد أن أكون واضحة من البداية وأقول لا. المشكلة إن أمي وجمال يحبانني جدا، ففي مظهري من الوسامة واللطف ما يحبب الناس فيه، كما إنه فعلا خلوق وطيب الخصال، وكلما فتحت فمي يقولان لي: كما قلت أنت يا خالي في بداية حديثك. رفع خالي نظره إلى سقف الحجرة وصمت للحظات قليلة، ثم قال: هذا زواج يا دعاء، لا بد أن يرضيك أنت وليس أي أحد منا. لا يهمك رأينا، لا بد أن تشعري بالفرح عندما ترين زوجك، أن يكون سكنا لك ليملأ عينك ويرضي نفسك. يعني صدق، إذا الواحد ما يفرح لما يزور خطيبة أو زوجة، ف يعني ما أدري شو أقول. أن تكتفي بوجوده عن الجميع، أن يكون إقباله فرحة وإدباره انتظارا لعودتها، وحضوره هو عين السعادة، ورؤيته بعين ورؤيته بعينيك تغمرك فيها إن لم تشعر به.
ستتزوجينه إذن؟ فكري جيدا واتخذي قرارك وأنا معك يا ابنتي، ولكن تذكري أنه ربما يرحل بلا عودة، وربما لن يتاح لك اللقاء بشاب رائع مثله مرة أخرى. أراحني موقف خالي رغم قلقي من جملتي في الأخير، واتخذت قراري وقلت له وهو يربط على كتفي: إن شاء الله لن أندم، والله يعلم ما بنفسي وما أتمنى وما سيرزقني، وربما الله يصرفني عنه لأنه يستحق مني أفضل مني، أو ربما أنا لا أستحقه. اقتنع خالي وتحدث إلى أخي وأمي، وتحررت أخيرا من قيد ضايقني وجوده، رغم أنني لم أتوجع منه يوما والجميع يراقبني ويتعجب. يا جماعة، لا أحد يتزوج غصبا عنا، لا أحد يتزوج بس لأن صار عمره مو صغير، لا أحد يتأثر بالمجتمع لأن هاي حياة الإنسان، إذا ما ارتاح بيها هو نفسه اللي يخسر، ما حد يخسر، الناس اللي ضغطوه على الزواج ما يخسرون، هو وحده اللي يخسر. خلينا نشوف بالأجزاء الجاية، إذا دعاء راح تلقى فارس أحلامها.